الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة طبعا حلقتنا فيها أخبار كتير عن النادي الأهلي وجولة كمان في الصحف وفي المواقع الإلكترونية، طبعا غير جولتنا في السوشيال ميديا. عاوزة طبعا أقول في البداية ألف مبروك لفريقنا اللي بيواصل دايما انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز. حقق امبارح فوز مهم على النجوم بهدفين دون رد في المباراة اللي أقيمت على ملعب السلام، ودي طبعا كانت مباراة مؤجلة من الأسبوع ال 12 لبطولة الدوري الممتاز. الفريق طبعا بيتقدم دلوقتي بخطى ثابته لمكانه المفضل في صدارة الدوري الممتاز. النهارده كمان كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق ادى للعيبه راحه من التدريبات، ومن بكره باذن الله هيبتدي الاستعداد للمباراه القادمه، مباراه العوده قصاد جيما اباجيبار الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا. الفريق باذن الله هيسافر يوم الخميس اللي جاي بعد ما تعدل ميعاد اللقاء عشان يكون يوم الاحد اللي جاي بدل مكان مقرر ليه يوم الجمعه اللي جايه. كمان هنتكلم عن ردود الافعال بعد تقديم المدير الفني الجديد النادي الاهلي مارتين لاسارتي، وهنشوف الصحف قالت ايه بعد المؤتمر الصحفي واللي كان امبارح. لاسارتي كمان كان حريص جدا ان هو يكون موجود مع الفريق في ملعب السلام عشان يتابع مباراه النادي الاهلي والنجوم، وقابل كمان المدير الفني لمنتخب مصر خافير اجيري. كمان هيكون لينا جوله في الاخبار المحليه والعالميه، وهنناقش الكلام ده كله مع ضيفنا النهارده استاذ اسامه الصقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه. وكالعاده هنبتدي حلقتنا باهم العناوين. لاسارتي: سأختار اللاعبين الجدد وأتولى المهمة 28 ديسمبر. المدير الفني: تاريخ الأهلي يشجع أي مدرب على قيادته. يوسف: الفوز على النجوم يمنح الأهلي دفعة كبيرة قبل مواجهة جيما الأثيوبي. الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة جيما. الفريق الأول يتوجه لأثيوبيا الخميس. اتحاد الكرة يجتمع غدا لمناقشة استضافة أمم أفريقيا 2019. محمد صلاح: لم أتوقع الوصول لهذا المستوى. ودايما بتكون بدايتنا مع أهم الأخبار والكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام: الأهلي يتخطى النجوم بهدفين نظيفين ويقترب من المربع الذهبي. أزارو يواصل إهدار الفرص ومؤمن يعود للتهديف، والأوروغوياني يدون ملاحظاته. الأخبار: الأهلي يصطاد النجوم بهدفي مروان ومؤمن. الأحمر يواصل زحفه نحو المقدمة بقيادة جو وبمراقبة الخواجة. المساء: الأهلي استطاع وغاب النجوم. الأخبار المسائي: الأهلي وصل انتصاراته، الفريق يتخطى النجوم بهدفين وزكريا يصالح الجماهير. الأهرام: لاسارتي: سأختار اللاعبين الجدد وأتولى المهمة 28 ديسمبر. الجمهورية: 28 ديسمبر ضربة البداية للاسارتي. المدير الفني: اخترت الأهلي لأنه كبير وتدريبه فرصة عظيمة، أدعو الجمهور للصبر حتى أطبق فكري في الملعب. الشروق: لاسارتي: تاريخ الأهلي يشجع أي مدرب على قيادته. التواجد في نادي ضمن قائمة الأكثر تتويجا شرف كبير، اعتدت الضغط الجماهيري وأعد الجميع بالعمل على إعادة النادي لمكانه الطبيعي. سأشارك في الصفقات الجديدة بالتعاون مع عبد الحفيظ. الأخبار المسائي: لاسارتي: أنا مدرب أفعال لا أقوال. اليوم السابع: مارتين لاسارتي في مؤتمر تنصيبه مدير فني للأهلي: اخترت أعظم نادي وحضرت للفوز بالبطولات. الأخبار: لاسارتي جاهز لتحقيق طموحات جمهور الأهلي، والألقاب تأتي بالروح. الدستور: المدير الفني الجديد قرر إعادة تأهيل اللاعبين وأعرب عن قلقه من الإصابات. لاسارتي: تدريب الأهلي فرصة وجاهز لتحقيق طموحات الجمهور. الجمهورية: لأول مرة الأهلي يلجأ للمدرسة اللاتينية. الأوروغوياني لاسارتي الأجنبي رقم 25. ها
هنروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه، وهنبتدي مع جريده الاهرام اللي قالت باقل مجهود ووسط ظروف بالغه الصعوبه في القلعه الحمراء نجح النادي الاهلي في تحقيق فوزه السابع في الدوري العام على حساب النجوم بهدفين نظيفين احرزه مروان محسن في الدقيقه 31 ومؤمن زكريا في الوقت المحتسب بدل من الضائع. بهذا الفوز اقترب النادي الاهلي من المربع الذهبي لاول مره هذا الموسم برصيد 23 نقطه، بينما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز 13. اختلف أداء الفريقين على مدار شوطي المباراة، فجيء الأول ضعيف ممل في أغلب فتراته، واختلف الحال في الشوط الثاني اللي جه قوي ومثير في فترات كثيرة. كمان جريدة الجمهورية قالت أنه بيخوض فريق النادي الأهلي مرحلة جديدة تحت قيادة تدريبية أجنبية جديدة بعد تعاقده مع الأوروغواياني مارتين لاسارتي لتولي تدريب الفريق لمدة عام ونص. ومنذ تأسيس أول فريق كروي في النادي الأهلي سنة 1911 تعاقب على قيادته الفنية 44 مدرب قبل قدوم لاسارتي، واللي بيحمل الرقم 25 في المدربين الأجانب اللي جم النادي الأهلي. تولى المدرب المصري جميل عثمان تدريب أول فريق لكرة القدم في النادي الأهلي، وجي بعديه مجموعة من المدربين الوطنيين قبل ما يستعين النادي الأهلي بالمدربين الأجانب لأول مرة سنة 1947 بعد ما قاده الإنجليزي كورس بوث. بعد كده طبعا سارتي بقى أول مدرب أوروغوياني بيتولى تدريب النادي الأهلي، واللي ما لجأش ليه النادي الأهلي طول تاريخه أو ما لجأش أبدا النادي الأهلي للمدرسة اللاتينية، بعد طبعا ما اقتصرت كل تجارب النادي الأهلي الأجنبية اللي فاتت على المدارس التدريبية الأوروبية. بعد رحيل الإنجليزي بوث واصل النادي الأهلي اعتماده على المدربين الأجانب خلال حقبة الخمسينيات بتعاقده مع النمساوي فريتز والمجري تيد كاش والإنجليزي جون ماكرايد. في الستينات كمان استعان النادي الأهلي بالمدرب اليوغوسلافي براشتش، واللي لعب دور بارز جدا في تطوير الكرة المصرية قبل ما يتولى تدريب مجموعة من أبرز الأندية الأوروبية، وكان من بينهم برشلونة الأسباني ويوفنتوس الإيطالي قبل ما يتعاقد النادي الأهلي مع مواطنه إيفان هورفاتيتش. وطبعا كمان في السبعينات اتجه النادي الأهلي للمدرسة المجرية، تعاقد مع تاديتش وبعد كده الأسطورة ناندور هيديكوتي، واللي صنع طبعا طفرة في أداء الفريق، واللي تولى تدريبه ما بين سنة 73 و80. شهدت طبعا الثمانينات تولي مجموعة تانية من المدربين الأجانب قيادة النادي الأهلي زي المجري كالوتشاي، والإنجليزي دون ريفي وجيف باتلر، والألماني بايستا، واللي طبعا صنع جيل من اللعيبة الصاعدين ودخل طريقة لعب جديدة جدا على الملاعب المصرية لما اعتمد على طريقة 3-5-2. طبعا دي ما كانتش تجربة النادي الأهلي الجيدة مع المدربين الأجانب في البداية، طبعا خصوصا في بداية التسعينيات كان في إخفاقات كتيرة جدا كانت مع الفريق تحت قيادة مدربه الإنجليزي وقتها مايكل إيفرت. وطبعا وقتها إدارة النادي الأهلي بدأت أن هي تستعين بمواطنه آلان هاريس، واللي برضو أعاد مرة تانية الألقاب للنادي الأهلي. وبعد كده كان بعده الثلاثي الألماني راينر هومن وراينر تسابل وهانس ديكسي. ومع دخول القرن 21 استعين النادي الأهلي بالمدرسة البرتغالية للمرة الأولى من خلال تعاقده مع مانويل جوزيه، وبعد كده لجأ للمدرسة الهولندية عن طريق المدرب جو بونفرير، لكن فشل مع الفريق ورجع النادي الأهلي للمدرسة البرتغالية مرة تانية عن طريق تاني أوليفيرا. وبعد كده رجع لجوزيه مرة أخرى عشان يقود جوزيه النادي الأهلي لاكتساح منافسيه والتتويج بمجموعة هائلة من البطولات. ولجأ النادي الأهلي للمدرسة الأسبانية من خلال المدرب إخوان كارلوس جاريدو سنة 2014، وبعد كده تولى البرتغالي جوزيه فيسيرو تدريب الفريق في العام اللي بعديه، وجي بعديهم الهولندي مارتن يال سنة 2016 قبل ما يتولى المدرب السابق للنادي الأهلي فرانسي باتريس كارتيرون قيادة النادي الأهلي في يونيو اللي فات، واستمر طبعا على رأس القيادة الفنية لمدة 5 شهور بس، وجي بعديه لاسارتي الأوروغوياني. ده كان أهم الكلام اللي اتنشر في الجرايد عن النادي الأهلي. تعالوا نشوف دلوقتي مواقع الإنترنت قالت إيه عن النادي الأهلي من امبارح للنهاردة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الأهلي يونعي حنفي يقود.
الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف، الفوز على النجوم يمنح الأهلي دفعة كبيرة قبل مواجهة جيما. بوابة الأهرام سيد عبد الحفيظ، الفوز على النجوم خطوة مهمة. الشروق مؤمن زكريا، تعرضت لضغوط كثيرة ومتعب بشرني بإحراز هدف. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يسافر لأثيوبيا الخميس. يلا كورة، طبيب الأهلي فتحي لن يشارك أمام جيما. أخبار اليوم، خالد محمود يعلن موقف إكرامي من المشاركة أمام بطل أثيوبيا. فيتو، الأهلي يبدأ الإعداد لمواجهة جيما الأثيوبي. نروح مع حضراتكم لأهم التفاصيل الخاصة بأخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية بينعون ببالغ الحزن والأسى حنف ياقوت المشرف على غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم الذي وفاته المنية اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عبر عن سعادته بفوز فريقه على نظيره نجوم بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أو الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز، وأكد إن فوز هام في إطار التقدم نحو مقدمة جدول المسابقة. وقال كمان إن الفريق قدم مباراة هجومية كبيرة ولاحت له العديد من الفرص من خلال تطبيق الشق الهجومي، يؤكد انه خلال الشوط الثاني دفع براس حربة تاني عشان يستغل المساحات اللي وجدت ما بين قلبي دفاع المنافس، مما عزز طبعا من قدرات الفريق في الجانب الامامي، وان الفوز بيمنح النادي الاهلي دفعة كبيرة قبل لقاء جيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا. كمان بوابة الاهرام قالت ان اعرب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي قد ايه هو سعيد بالفوز على النجوم بهدفين نظيفين، واكد ان هي خطوة مهمة جدا في المرحلة الحالية. وقال كمان كابتن سيد عبد الحفيظ الفوز مهم جدا في المرحلة الحالية الصعبة وسط ضغط مباريات، خدنا المباراة قبل 48 ساعة في بطولة أفريقيا وأشكر اللاعبين على مجهودهم، والشوط الثاني من أفضل الأشواط. وقال كمان لعبنا بروح كبيرة وحققنا مكسب مهم وسعيد بعودة مؤمن زكريا للتهديف، واثق من قدراته ومن شخصيته وهيكون علامة فارقة. وكمان قال بقدر فرحته بالهدف واحتمال يكون في عقوبة عليه بسبب احتفاله بالهدف وخلعه لقميص النادي الأهلي خلال الاحتفال. كمان الشروق قالت ان مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي اكد ان هدفه في مرمى النجوم فرصه لاستعاده مستواه للمواجهات اللي جايه. وقال كمان مؤمن زكريا في تصريحات لي بعد اللقاء، هدفي في مباراه اليوم فرصه لاستعاده مستواي والعوده للتشكيل الاساسي في المواجهات اللي جايه، وفوز مهم وخطوه نحو استعاده مركزنا في ترتيب الدوري. نشوف دلوقتي مع حضراتكم بعض واهم وابرز التصريحات اللي طلعت من الجهاز الفني. لسه معاكم اخر اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قال انه تقرر سفر الفريق الاول لكره القدم لاثيوبيا يوم الخميس اللي جاي عشان طبعا يخوض مباراه اياب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا قصاد جيما بيجيبار الاثيوبي. وكمان قال ان النادي تلقى اخطار من الاتحاد الافريقي بشان تحديد ميعاد المباراه عشان تقام يوم الحد اللي جاي بدل من يوم الجمعة، ويتقرر تعديل ميعاد السفر من يوم الثلاث ليوم الخميس اللي جاي. وقال كمان ان هو هيسبق البعثة بالسفر بكرة ان شاء الله يوم الاربع برفقة سمير عدلي المدير الاداري للفريق عشان يقدر يعمل كل الترتيبات الخاصة بالفندق وكمان الملعب ووسائل التنقلات. كمان موقع يلا كوره قال ان طبيب النادي الاهلي كابتن او دكتور خالد محمود قال ان لاعب الفريق احمد فتحي مش هيكون قادر على خوض مباراه جيما ابي جيفار الاثيوبي في بطل او بطل اثيوبيا في دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا بسبب اصابته. وقال كمان دكتور محمود ان اللاعب لسه في حاجه لبعض الوقت عشان يقدر يتعافى بشكل كامل من الاصابه اللي حصلت له واللي طبعا تم تشخيصها على ان هي مزق في العضله الاماميه. وقال كمان ان فتحي ممكن يكون جاهز للمشاركه
الماركا مع الفريق بعد مباراة نادي الأهلي قصاد جيم أبي جيبار والمقرر ليها إن شاء الله يوم 23 ديسمبر الجاري. وقال كمان في آخر كلامه أنه هو عايز يصبر شوية على رجوع أحمد فتحي من جديد طبعا لأنه خايف من تجدد الإصابة دي. كمان موقع أخبار اليوم قال إن كشف دكتور خالد محمود طبيب فريق الكرة في النادي الأهلي عن موقف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق من المشاركة في المباراة اللي جاية قصاد جيما أبي جيبار الأثيوبي، وقال إن إكرامي بيعاني من إجهاد في العضلة الضمة وفضل الجهاز الطبي إن هو ياخد راحة في المباراة امبارح قصاد النجوم ضمن منافسات طبعا بطولة الدوري الممتاز. وقال كمان إن إكرامي جاهز تماما للمباراة اللي جاية وفقا لرؤية الجهاز الفني وهينتظم في التدريبات الجماعية بكرة إن شاء الله يوم الأربع مع عودة الفريق للتدريبات. كمان موقع فيتو قال إن بيبدأ الفريق الأول كرة القدم في النادي الأهلي يوم الأربع أو بيبتدي في استعداداته طبعا للقاء القادم قصاد جيما أبي جيفار الأثيوبي مقرر ليهم الحد اللي جاي في إياب دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا. وقال كمان ان الموقع ان الجهاز الفني بقياده كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق ادى للعيبه راحه من التدريبات النهارده عشان يقدروا ياخدوا نفسهم بعد تاجيل السفر لاثيوبيا، وطبعا السفر الاول كان المفروض يوم الاربعاء وبعد كده خلاص بقى يوم الخميس لان ميعاد اللقاء اتغير من يوم الجمعه اللي جايه ليوم الاحد. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبنوصل دلوقتي معاكم لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. سوبر كورة منع الجمع بين البطولة العربية والإفريقية على طاولة الجبلية. اليوم السابع آخر كلام اتحاد الكورة يجتمع غدا لمناقشة ترتيبات استضافة أمم أفريقيا 2019. فيتو سيناريوهات أجاري للإعداد لكأس الأمم حال تنظيم مصر البطولة. اليوم السابع برج العرب يستضيف مباريات مصر في أمم أفريقيا والنهائي في القاهرة. الفجر الجبلاية تفوض أبو ريدة لإنهاء أزمة ملابس المنتخب. الوفد اتحاد الكرة يقرر شطب حكمين بسبب واقعة تدليس. صلاح لم أتخيل وصولي لهذا المستوى. مفاجأة صلاح لم يكن هدف كلوب الأول. سوبر كورة تريزيجيه ضمن صفقات إنقاذ اتحاد جدة. جول حسين السيد يكشف حقيقة إنهاء إعارته مع الاتفاق السعودي. 1-3 حسين عبد الغني بديل لعبد الشافي في الأهلي السعودي. يورو سبورت عربية رسميا جوزيه مورينيو يرحل عن المان يونايتد. 1-3 تعرف على مدرب مانشستر يونايتد الجديد. يلا كورة تقارير لوران بلان قد يكون المدرب المؤقت في مان يونايتد. سبورت 360 رسميا أدريان رابيو لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان. أس رئيس تورينو يهاجم رونالدو البطل لا يفعل ما تقوم به. بوابة فيتو 100,000 يورو مكافأة كل لاعب في ريال مدريد للفوز بمونديال الأندية. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار المحلية وهنبتدي مع سوبر كورة اللي قالت إن مجلس إدارة اتحاد الكورة هيناقش اقتراح بمنع الأندية من المشاركة في البطولتين الأفريقية والعربية بداية من الموسم الجديد. طبعا اقتراح الجبلية ده جه في ظل تعرض الأندية المشاركة في البطولتين لضغط كبير في مباريات الدوري بجانب تأجيل عدد كبير من المباريات ليهم، وده أكيد اللي بيأثر على انتظام البطولة بجانب منح الفرصة لأكثر من نادي بالمشاركة في أحد البطولتين للإسلام
الاستفادة المادية والفنية. كمان اليوم السابع قال ان حدد مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة هاني أبو ريدة بكرة يوم الأربع ميعاد للاجتماع بعد تأجيله أكثر من مرة، وكان من المقرر أن يقام الاجتماع يوم الاثنين الماضي قبل تأجيله ليوم الثلاث، وبعد كده تم تأجيله للمرة الثانية ليوم الأربع، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الجبلية لمناقشة الترتيب لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد التقدم بطلب رسمي. بدأ مسؤولين اتحاد الكورة في إنهاء ملف الإعداد الخاص بالاستضافة وفي انتظار طبعا اجتماع الكاف يوم 9 يناير لحسم الدولة المستضيفة للمباراة أو للبطولة. كمان اليوم الأوفيتو قالت أن وضع المكسيكي خافيير أجير المدير الفني للمنتخب الوطني سيناريوهين لفترة الإعداد الخاصة بالفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2019، هي طبعا ما بقتش خلاص في الكاميرون، وبيعكف الجهاز الفني للمنتخب حاليا على الانتهاء من تقديم السيناريوهين لاتحاد الكورة في حال إقامتها في جنوب أفريقيا أو فوز مصر بتنظيمها بعد تقدم اتحاد الكورة رسميا للكاف برغبته في تنظيم البطولة بعد اعتذار المغرب واللي كان مقرر ليها أن هي تنظم البطولة. ومن المقرر أن يتم وضع السيناريوهين وتقديمهم لمسؤولين الجبلية خلال الأيام اللي جاية، وفي اتجاه داخل جهاز المنتخب بإقامة مباريات مصر خلال منافسات أمم أفريقيا 2019 في حال فوز مصر بشرف تنظيم البطولة في ملعب برج العرب، خصوصا طبعا أن اللعيبة تعودوا خلاص على اللعب على الملعب هناك، فضلا طبعا عن ساعة الاستاد الكبيرة لحضور الجماهير. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، ونروح اليوم السابع اللي بيقول ان بدا مسؤولين اتحاد الكوره في انهاء ملف الاعداد الخاص باستضافه بطوله امم افريقيا وانتظار اجتماع الكاف يوم 9 يناير عشان يحسموا الدوله المستضيفه اللي كان 2019. الاتحاد الافريقي لكره القدم سحب تنظيم بطوله امم افريقيا من الكاميرون بسبب عدم الانتهاء من ملاعب وفنادق الاقامه، وتم الاستقرار داخل اتحاد الكوره بنسبه كبيره على إقامة مباريات منتخب مصر خلال البطولة في استاد برج العرب في اسكندرية نظرا للإقبال الجماهيري الكبير المتوقع للقاء إن شاء الله. بإذن الله لو المباريات هتقام هنا أو البطولة هتقام هنا هتكون على استاد برج العرب، وإن شاء الله المباريات النهائية كمان هتكون في استاد القاهرة. كمان الفجر قالت أن استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تفويض هاني أبو ريدة رئيس الجبلية لإنهاء أزمة ملابس الفراعنة قبل بداية العام الجديد. كانت الشركة المنتجة لملابس المنتخب الوطني قررت أنها تفسخ التعاقد مع مسؤولين الجبلية بسبب تراجع مستوى الفراعنة تحت قيادة الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني خلال نهائيات كأس العالم اللي فاتت، ومن المقرر أن يبدأ أبو ريدة في مخاطبة عدد من الشركات المنتجة للملابس بعد ما يرجع من الإمارات، وهو طبعا دلوقتي متواجد فيها عشان يحضر نهائي كأس العالم للأندية، ومن المنتظر أن يظهر المنتخب الوطني باللبس الرسمي الجديد ليه بداية من مارس اللي جاي وقبل مباراة النيجر إن شاء الله في التصفيات الأفريقية. وبيرغب أبو ريدة في إنهاء أزمة الملابس بشكل سريع قبل نهائيات الأمم الأفريقية واللي بتنافس عليها طبعا مصر مع جنوب أفريقيا لاستضافتها خلال شهر يونيو اللي جاي. كمان الوفد قال إن قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكورة برئاسة المستشار أحمد أبو العيلة شطب حكمين من الدرجة الثالثة، وهم عبد الله عبد الحميد القرناوي من منطقة الإسماعيلية وشادي علي من منطقة السويس، وإحالة لجنة الحكام في اتحاد الكورة الحكمين للتحقيق بسبب واقعة تدليس
الحدث، والمفروض ان الشخصين دول قاموا باحضار شخصين تانيين وانتحلوا صفة حكمين في اختبارات اللياقة البدنية للحكام قبل انطلاق الموسم، وبعد التحقيق تقرر احالة الثنائي للجنة الانضباط مع المطالبة بشطبهم هما الاثنين، وده اللي اقرته لجنة الانضباط في اتحاد الكرة. كمان الشروق قالت ان اعرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الاول ونادي ليفربول الانجليزي عن سعادته بما حققه خلال العام الجاري، وقال كمان انه لم يتخيل الوصول لتلك المرحله عند بدايته لمسيرته الاحترافيه. قال محمد صلاح خلال تصريحاته: لن اقول الاسبوع الماضي فقط، اقول ان العالم باكمله كان رائع. وقال كمان: يحلم كل طفل بالتواجد في التلفزيون، ولكن عندما صنعته لاول مره تغيرت أهدافي، أردت أن أصبح محترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل. ففي تلك الفترة قررت أنه يجب أن أصبح لاعب كرة قدم محترف. وأشاد محمد صلاح بدور والده في مسيرته وقال: عندما كنت في 14 من عمري كنت أشكو من السفر يوميا للتدريبات، لكنه ساندني وقال لي أن كل اللعيبة الكبار بيمروا بالمراحل الصعبة، كان السعر الذي نتحمله للسفر للقاهرة باهظ للغاية، ولكن أنسى أو لن أنسى أبدا الدور اللي لعبه والدي في مسيرتي المهنية. كمان موقع كورة قال أن صحيفة ميرور الإنجليزية كشفت أن مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب لم يكن يريد في البداية التعاقد مع محمد صلاح في الموسم الماضي. وقالت كمان أن المدرب الألماني كان يضع نجم باير ليفركوزن جوليان براندت كخيار أول ليه. وكمان أوضحت أن المدرب الألماني كان متحمس للغاية للسفر بخدمات جوليان براندت، لا سيما بعد أن تألق الموهوب الألماني في السنوات الأخيرة وجلب إليه الأنظار أكبر الأندية الأوروبية. وأشارت كمان الصحيفة أن براندت لم يكن يريد الرحيل عن فريق ليفركوزن بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعبة أكثر من أجل ضمان مقعد ليه في تشكيلة المنتخب الألماني اللي شاركت في مونديال روسيا الأخير. وقالت كمان الصحيفة أن ليفربول حول أنظاره بعد كده لمحمد صلاح بعدما اتضح للفريق الإنجليزي أن صفقة براندت لن تتم. وطبعا راح محمد صلاح، أو ده كان سبب مروح محمد صلاح لليفربول الإنجليزي. كمان سوبر كورة قالت ان في تقارير سعودية قالت ان ادارة نادي اتحاد جدة السعودي اقترحت على الكرواتي سلافين بيلوتيتش المدير الفني للفريق التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر والمهاجم السنغالي الشهير ديمبابا لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهيقدم ان شاء الله اتحاد جدة موسم او بيقدم فعلا موسم كارثي في بطولة الدوري السعودي، وبيحتل المركز ال15 وقبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقط حصدها من انتصار واحد وثلاث تعديلات في 13 مباراة. لفت محمود تريزيجيه صاحب ال 24 عام أنظار مسؤولين اتحاد جدة بعد ما بقى أحد أهم نجوم الدوري التركي، وتم اختياره كأفضل لاعب في الموسم الماضي من جانب موقع هوسكورد المتخصص في إحصائيات كرة القدم، وكمان تواجد في التشكيلة المثالية للمسابقة. كمان موقع جول قال ان حسين السيد ظهير ايسر فريق الاتفاق المعار من النادي الاهلي على رحيله من الفريق السعودي خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه وانتهاء اعارته. وقال حسين السيد في تصريحات صحفيه ان كل اللي تم تداوله مؤخرا عن مغادرته للاتفاق في يناير اللي جاي غير صحيح على الاطلاق، وقال انا مستمر مع الاتفاق لحد نهايه فتره الاعاره بانتهاء الموسم الحالي، واسعى لتقديم افضل ما لدي في المباراه المقبلة. وقال كمان: نسعى لإسعاد جماهير الاتفاق، وأتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي على مساعدتي في فترة الإعارة واستعادة مستواي. كمان موقع وان تري قال ان بيعتزم نادي اهلي جده السعودي استعاده لاعبه السابق ونجم احد السعودي حاليا حسين عبد الغني، وده خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه عشان يكون بديل للمصري محمد عبد الشافي. قالت التقارير ان النادي الاهلي عنده رغبه في تسجيل عبد الغني في قائمه الفريق لدوري ابطال اسيا على حساب قائد الفريق الحالي عبد الشافي، وكان رئيس النادي الاهلي اعلن في وقت سابق عن سحب شاره القياده من عبد الشافي بدايه من يناير اللي جاي في اشاره رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.
كمان يورو سبورت عربية قالت أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن عن رحيل مدرب الفريق جوزيه مورينيو عبر موقعه الرسمي، والخطوة دي جت بعد خسارة مانشستر يونايتد ديربي إنجلترا قصاد ليفربول يوم الأحد اللي فات بثلاث أهداف لهدف واحد بس، واستقرار الفريق في المركز السادس على لائحة ترتيب البريمير ليج. وقال النادي الشمالي العريق في بيان لي يعلن مانشستر يونايتد بأن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بمفعول فوري، وأضاف سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي قبل أن تتم دراسة معمقة لتعيين مدرب جديد بشكل دائم. كانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد هيكون ملزم بدفع 24 مليون يورو في حالة إقالة مورينيو قبل نهاية الموسم، وده قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي. كمان وان ثري قالت ان شبكه سكاي سبورتس اتكلمت عن نادي مانشستر يونايتد اللي قرر تعيين مايكل كاريك مساعد المدرب الحالي في منصب المدير الفني المؤقت للفريق، وهيكون معاه معاون كيرن ماكينا. وده خلال الايام اللي جايه خلفا البرتغالي المقال جوزيه مورينيو حتى الاعلان عن المدرب الجديد، وبيحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 26 نقطه وبفرق 11 نقطه عن المربع الذهبي المؤهل لدوري ابطال اوروبا، وبفرق 19 نقطه عن المتصدر ليفربول. يلا كورة. كمان قالت ان صحيفة الديلي ميل الانجليزية قالت ان المدرب الفرنسي لوران بلان بيأتي في مقدمة الاسامي المطروحة على طاولة ادارة مانشستر يونايتد لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو. وكانت ادارة يونايتد اعلنت صباح اليوم عن رحيل المدير الفني البرتغالي على ان يتولى مدرب مؤقت الامور حتى نهاية الموسم، والتعاقد مع مدرب جديد. اكدت كمان الصحيفة ان بلان بتربطه علاقة قوية بسير اليكس فيرغسون، وده اللي ممكن يسهل من تواجده في مهمة المدرب المؤقت. كمان سبورت 360 قالت ان هنريك المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي اعلن ان اللاعب ادريان رابيو لن يجدد عقده مع الفريق الباريسي، وهيرحل بشكل رسمي في الصيف اللي جاي. وارتبط اسم ادريان رابيو ابن 23 عام بالانتقال للعب في صفوف برشلونه من الصيف اللي فات في ظل رغبه البارسا في الظفر بخدمات النجم الفرنسي الشاب، وبينتهي عقد ادريان رابيو مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في الصيف اللي جاي. حاولت اداره النادي الباريسي ان هي تجدد العقد معاه، ولكن هو رفض عشان يخرج المدير الرياضي، ويأكد بانه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل. وقال كمان هنريك بالنسبه لوضع اللاعب مع الفريق فهيكون في العديد من العواقب، فهو سيبقى على دكه البدلاء لوقت غير محدد. كمان صحيفه اسلا اسبانيه قالت ان شان اوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الايطالي هجوم عنيف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجناح المهاجم لفريق يوفنتوس الايطالي في اعقاب المباراه الساخنه اللي جمعت ما بين الفريقين مؤخرا في الدوري الايطالي، انتهت بفوز يوفنتوس بهدف للا شيء. سجل رونالدو هدف المباراه الوحيد من ركله جزاء في الدقيقه 70، وبعدها مباشره توجه لحارس مرمى فريق تورينو وسخر منه، واشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وش كريستيانو رونالدو كعقوبة لي على اللي عمله. وهاجم أوربانو كايرو النجم البرتغالي وأكد أن اللي عمله ده تصرف غير مقبول ولا يمكن أن يصدر من نجم كبير بحجمه. قال كمان أن لاعب بطل زي كريستيانو رونالدو لا يجب أن يقوم بمثل هذه الأشياء، لقد سخر من الحارس ولو كان بطلا كما يبدو فلا يجب أن يقوم بمثل هذه الأشياء. كمان بوابة فيتو قالت ان صحيفة سبورت الاسبانية كشفت عن المكافأة اللي هيحصل عليها كل لاعب في ريال مدريد الاسباني في حالة الفوز بمونديال كاس العالم للاندية المقامة حاليا في الامارات. قالت الصحيفة ان كل لاعب في النادي الملكي هيحصل على 100,000 يورو في حالة التتويج باللقب، وبيلعب ريال مدريد مع نظيره كاشيما الياباني بكرة ان شاء الله يوم الاربعاء في نص نهائي كاس العالم للاندية على ان يلتقي مع الفائز من لقاء العين الاماراتي ريفر بليت الارجنتيني في النهائي في حالة الفوز في لقاء كاشيما. وقالت كمان الصحيفة ان اللي هيفوز بكاس العالم للاندية سنة 2018 هيحصل على جايزة 5 مليون يورو،
فيما سيجني صاحب المركز الثاني 4 مليون يورو والثالث 2.5 مليون يورو، وبيشارك النادي الملكي بخيط مدربه سانتياغو سولاري في مونديال الأندية بصفته بطل لدوري أبطال أوروبا. نجح ريال مدريد أنه يفوز في المونديال في آخر نسختين، وبيسعى أكيد أنه يضيف لقب جديد لخزائنه. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرتنا في السوشيال ميديا، وهنبتديها مع عمرو بركات لاعب النادي الاهلي، واللي نشر صوره على الانستجرام وكتب: البقاء والدوام لله وحده، وانا لله وانا اليه راجعون. عم حنفي طبعا قوت الراجل الطيب، رئيس عمال غرفه ملابس النادي الاهلي، ارجو الدعاء لي جميعا، ربي اسالك ان تغفر له وترحمه وتسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين يا رب، واسالك يا رب ان تلهم اهله الصبر. كمان وليد سليمان نشر على الفيسبوك صوره لعم حنفي قوت وكتب: البقاء والدوام لله عمي حنفي يقوت في دمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر ليك. كمان سعد سمير كتب على تويتر: الله يرحمك يا عم حنفي ويجعل مثواك الجنة يا راجل يا طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. كمان أحمد فتحي نشر على تويتر وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله، البقاء لله، ربنا يرحمك يا عم حنفي. كمان محمد هاني برضو نشر صورة لعم حنفي على انستجرام وكتب: البقاء لله عم حنفي، ربنا يرحمك. شريف إكرامي وكتب على تويتر: عم حنفي يقوت الراجل الطيب الأمين في ذمة الله، واحد من أعمدة النادي الأهلي المخلصين الذي لا يعرفه الكثيرون، رحمك الله يا عم حنفي وتقبلك بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته ورزق أسرتك الأجر والصبر والثبات. كمان مروان محسن نشر على تويتر: إن الله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمك يا عم حنفي ويجعل مثواك الجنة ويصبر أهلك. كابتن زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق كتب على تويتر: حنفي ما كانش عامل حجرة ملابس، كان أخونا وصاحبنا ومتربي معانا، وكان لعيب كرة جامد وكان بيكسبنا لما نلعب تنس بالكرة، الله يرحمه ويغفر ليه، البقاء لله في وفاة عم حنفي يعود، واحد من أبناء النادي الأهلي، ربنا يرحمه يا رب، وأكيد بنعزي أهله وأسرته وكل اللعيبة في وفاته. نروح بقى لمباراة النادي الأهلي امبارح قدام النجوم، المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 12 في الدوري المصري الممتاز، واللي خلصت طبعا بفوز النادي الأهلي بهدفين نظيفين. على الانستجرام نشر أحمد الشيخ صورة لي مع مروان محسن من ماتش امبارح، وما بيحتفلوا بالهدف الأول في مرمى النجوم بعد ما سجله مروان محسن في الدقيقة 31 بأسست من أحمد الشيخ. كمان الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك نشرت صورة لمروان محسن وكتبت: مروان محسن 4 أهداف في 3 ماتشات، هدف في الاتحاد، هدفين في الجيش، هدف في النجوم، الدور على مين؟ عمر السولية نشر صور من المباراة على تويتر امبارح وعلق وكتب: روح الفريق. نروح للمجيكو، محمد أبو تريكة اللي علق على تعيين مارتين لاسورتي مدير فني للنادي الأهلي على تويتر، كتب: كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسورتي للنادي الأهلي، مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم، سنحقق معه كل ما نتمناه أو ما تتمناه إلا جماهير الأهلوية، المشوار مازال طويل وصعب لنرى الأهلي الذي نحبه ونعرفه، ولكن البداية مبشرة للجميع. كمان الحساب الرسمي للدوري الأسباني على تويتر الليغا هنأ المدير الفني للنادي الأهلي مارتين لاسورتي وكتب: كل التوفيق للمدرب المخضرم مارتين لاسورتي مع فريقه الجديد النادي الأهلي المصري. وعالميا النهاردة اليوم العالمي للغة العربية، يوم 18 ديسمبر من كل سنة، وأصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر سنة 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. تعالوا نشوف معاكم العالم احتفل ازاي باليوم العالمي للغة العربية، وهنبتدي بالحساب الرسمي لنادي اي سي روما بالعربي على تويتر،
ولنشر طبعا صورة زي ما انتم شايفينها قدام كل الحروف الأبجدية كلها، وكتب في اليوم العالمي للغة العربية هكذا يرى مشجع روما الأبجدية العربية، وحرف الصاد طبعا كان من نصيب محمد صلاح، صاد صلاح. نروح للحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني على تويتر، ولنشر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وقال: لغة إذا وقعت على أكبادنا كانت لنا بردا على الأكباد، وتظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. كمان حساب نادي برشلونة الأسباني فتفرد في وصف ميسي باللغة العربية الفصحى، ونشر فيديو على تويتر وقال: حرف عربي واحد يكفي لوصف موهبة الأسطورة الذي يتوج اليوم للمرة الخامسة بجائزة الحذاء الذهبي لمن بحاجة للمساعدة، إنه الحرف 27 من حروف الهجاء في الترتيب الألفبائي والسادس حسب النهاردة أستاذ أسامة الصقر رئيس القسم الرياضي في جريدة الجمهورية. رجعنا سريعا ولسه مكملين طبعا معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ اسامه الصقر الناقد الرياضي في الجمهوريه وطبعا رئيس القسم الرياضي في الجريده. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. طبعا النهارده اكيد هنتكلم عن الحدث الاهم في النادي الاهلي، هو تعيين المدير الفني الجديد مارتين لاسارتي المدير الفني الاوروجواني واختياره، حضرتك كنت شايفه ازاي؟ لا انا اولا أنا عايز أؤكد على شيء واحد، إن برافو على إدارة النادي الأهلي إنها أسرعت في التعاقد مع هذا المدير الفني. بعيداً عن جنسيته، بعيداً عن القارة اللي يتبع عليها، عن قوة الكورة في أمريكا اللاتينية من عدمها، لأن الكلام هيقل في النادي الأهلي، هيبتدي الناس تبص بنظرة جديدة لفريق كرة القدم اللي كان محتاج لخطوة سريعة لإحضار مدير فني على مستوى مثل مارتين لاسارتي، اللي انا شايف بالتاكيد ان راجل هيضيف للاهلي، لان هيضيف للاهلي، لان طالما الخامه او القماش اللي موجوده عندنا داخل النادي الاهلي من لاعبي كره القدم، طالما المستوى هيزيد معاهم، الراجل ده هيكون على قناعه اكتر، وهيقدر يدي لفريق الاهلي خلال المرحله المقبله الشيء اللي بتنتظره الجماهير قبل الاداره قبل اي شيء، لان الكل يتمنى عوده الاهلي سريعا للمنافسه على البطولات سواء المحليه او القاريه او العربيه. اكيد. شفت ازاي تصريحات لاسارتي خلال المؤتمر اللي اقيم امبارح عشان يتم تقديمه للجمهور؟ يمكن من اهم التصريحات اللي قالها: انا شرف ليا اني اجي ادرب نادي هو الاكثر تتويجا بين انديه العالم في البطولات القاريه، وانا اتبسطت جدا لما عرفت ان انا رايح النادي الاهلي او لما جالي عرض لتدريب النادي الاهلي. شفت اهم تصريحاته ازاي؟ لا هو راجل ذكي جدا وكسب تعاطف الجماهير قبل إدارة الأهلي بسرعة، لأن هذا الكلام يعني كلام بيقرب المسافات ما بيبعدهاش. راجل يعني أنا متأكد تماما أنه يعلم أن الأهلي في مشكلة، يعلم أن فريق الكرة في مشكلة، خروج من بطولتين كبار وبيجاهد في بطولة محلية، بيستعد لبطولة أفريقية جديدة. صحيح. الراجل كان ذكي جدا، وده اللي عجبني في حواره، إذا هو يتعاطف ويكسب قلوب الجماهير الأهلوية، الكلام ده كويس جدا. إنما مين ما يحلمش النهاردة أنه يدرب الأهلي؟ مين ما بيفكرش أنه يجي الأهلي حتى يعني يجي على الأقل يدرب فريق كرة قدم معروف بين دول العالم، بين أعتى الفرق. درجة الأهلي ده بينافس ريال مدريد على الألقاب. صحيح. بينافس اليوفنتوس، ببرشلونة، بينافس فرق كثيرة، فطبعا هو محظوظ، ونتمنى أن احنا نكون محظوظين بي. نتمنى أن نكون محظوظين. يمكن من أهم برضو تصريحاته أنه هو بيوعد جماهير النادي الأهلي أن النادي الأهلي هيرجع لمكانه الطبيعي. ده كلام منطقي طبعا، وأنا أتفق معاه أن هو ما وعدش ببطولة، لان المدير الفني اللي هيجي يقول انا بوعد الاهلي ببطوله هذا العام، انا بعتبره ده جاي يضحك علينا او جاي يهرج. انما هو لو ابتدى صح، وانا عجبني هو في وجوده في المدرجات امبارح وبيتفرج على الفرقه، على فكره هو ادى دفعه للاعبين امبارح بالمستوى اللي كان فيه الاهلي، اللي ضيع اكتر من 10 12 هدف في المباراه وجاب هدفين، هو اللي ادى الدفعه، كان سبب الفوز امبارح، لأن وجوده ادى دفعه للاعبين ان هم يخرجوا كل اللي عندهم
عشان الراجل لما يجي يشتغل يشتغل هو عارف تماما امكانيات النادي الاهلي. صحيح. طيب لسارتي مدرب من اوروجواي، دي مدرسه لاتينيه بتعتمد دايما في لعبها على اللعب الجماعي، ما تعتمدش ابدا على النجم الاوحد في الفريق. شايف ازاي الثقافه دي هتعمل مع النادي الاهلي؟ ازاي يقدروا يعملوا سويا الفريق ولسارتي ان هم يقدموا لنا نتائج كويسه في الفتره اللي جايه؟ لا، امريكا اللاتينيه عشان نتكلم عنها بوضوح نتكلم على الكوره الجماليه الجماعيه الهجوميه، وده اللي احنا عايزينه في النادي الاهلي. صحيح. انما ان الاهلي يلعب مدافع، ان الاهلي يلعب بتكتيك وخطط العقيمه القديمه دي، لا، الشيء ده يتمنع. وبعدين الكره اللاتينيه اجمل ما فيها ان عندها نجومها بيكونوا مش في الاداء الجماعي كمان، لا، في عندهم نجومهم الفرديين. لو كنا بنتكلم عن سواريز، كنا بنتكلم عن لعيبه، الراجل دوت هو كان سبب شهرته جريزم. انت بتتكلمي في حاجات، يعني انا اللي عايز اتكلم عليه ان الراجل دوت لو قدر يستغل امكانيات الاهلي والخامات الطبيعيه اللي موجوده جوه النادي الاهلي، اتصور انه هيحقق هدف جديد، لان احنا لاول مره بنتعامل مع مدير فني من امريكا اللاتينيه. فانا متصور ان الراجل دوت لو استغل الفرصه هيكون للاهلي شأن وشكل جديد محترم باذن الله. صحيح. شفنا امبارح زي ما حضرتك شايف قدامنا على الشاشه كان في حوار دار ما بين اجيري وما بين لسارتي، اجيري مدير الفني لمنتخبنا الوطني ولسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، ده كان خلال اللقاء بتاع امبارح. طبعا انت بتتكلمي راجل من المكسيك ومن اصول اسبانيه مثلا، او مكسيك او اسباني من اصول مكسيكيه، بيتكلم مع لزارتي. الاثنين طبعا لابد ان يعود فريق الكره في النادي الاهلي، لان ده من مصلحه المنتخب الوطني اكيد. يبقى وجود اجيري مع هذا الرجل بالتاكيد بيتفقوا على شيء معين، ان هو يعيد ويحدث طفره في اداء النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، لان غالبيه لاعيبه المنتخب من الاهلي. فلذلك انا شايف ان الحوار ده كان مفيد جدا، انه هيعرف من اجيري الكثير عن كره القدم الاهلاويه، هيعرف منه ايه هي العيوب، هيعرف ايه هي الايجابيات، وكيف يستفيد منها في المرحله المقبله. صحيح. وده اللي انا شايفه، يعني هو اجيري لازم يقعد مع كل المدربين ولازم يشوف، بس وجوده كان مدي دفعه كويسه واطمئنان للرجل الارجواني في تواجده مع الاهلي ان شاء الله الفتره القادمه. صحيح. يمكن شفنا النهارده كل المنشطات في الجرايد بتقول يوم 28 ديسمبر لسارتي يقود النادي الاهلي، او مسؤول من يوم 28 ديسمبر القادم على النادي الاهلي. طبعا في الفتره دي في مباريات تانية، سواء مباريات محليه او مباريات افريقيه للنادي الاهلي. شايف ازاي هيقدر ان هو يتاقلم ويقود النادي الاهلي من يوم 28، وهل هيكون مسؤول برضو عن نتائج المباريات اللي قبلها؟ لا، هو طبعا انا بس عايز اسال سؤال برضه صغير، واشمعنى حد ال 28؟ لان عقده الجديد هيبتدي من اول يناير، دي لازم تكون دي حاجه مفهومه، ان الراجل هيتولى المسؤوليه رسميا من اول يناير. صحيح. في الفتره دي هو الراجل هيرجع بلده عشان زي ما بنقول ايه بقى، ينهي ارتباطاته هناك، يعرف ان كان أكيد. هيجيب اسرته أكيد. ان كان هيجيب احتياجاته ادواته هيجيبها ويرجع. لن يتعامل المدير الفني الارجواني مع الاهلي خلال الفتره دي، هو مش مسؤول عن فوز الاهلي. صحيح. اللي مسؤول عنه محمد اكيد ديوس. طبعا طبعا. المباراه اللي جايه قدام جيما الاثيوبي مش مسؤول عنها، مسؤوليه كابتن محمد يوسف، وهيلعب مباراتين مؤجلتين كمان. صحيح. لحد ما يرجع الراجل يستلم المسؤوليه كامله، بس هتديله انت مساحه ان يقدر يشاهد الاهلي خلال ثلاث اربع مباريات، او نقول مباراتين او ثلاثه او اربعه. الراجل ده هيكون شاهد الاهلي اكثر وتعرف اكثر، لان وجوده في الملعب امبارح ده اداله رؤيه كامله. اكيد طبعا. يبقى اكيد اكتر ان الراجل لما هيرجع هيقول لك انا استلمت الفرقه من النهارده. بس ارجو ان جماهير الاهلي، اداره الاهلي، محبي الاهلي، ما تتعجلش مع هذا الرجل النتائج والشكل والاداء. نصبر عليه شويه. الناس مستعجله، عمالين يقولوا يا ترى مثلا لسارتي هيجي يكرر نفس المعجزات اللي عملها قبل كده معانا مانويل جوزي، ولا مش هيقدر؟ يعني الناس ابتدت من دلوقتي يبتدوا يفهم يحلموا بقى، مش وتظهر طموحاتهم مع المدير يعني الفني الجديد. مانويل جوزي لما رجع الاهلي في الفتره اللي احنا طلبناه فيه كان فرق بينه وبين الاول في الدوري 13 نقطه. صحيح. انما الاهلي لو كسب المباراتين الثلاثه اللي جايين الفرق هيبقى 3 نقاط. فالناس لها العشم الاول يا جماعه ان احنا ندور على الثلاث مؤجلات دول
عندنا اهم حاجه كمان ان احنا نتخطى الدور اللي جاي الافريقي عشان ندخل دور المجموعات. يبقى كل اللي يهمنا في الفتره دي ان احنا نستعيد الثقه بانفسنا ونسيب للراجل حريه، ما نعملش عليه ضغوط عشان يقدر يطلع اللي عنده. انما الاحلام بقى واحنا هنرجع وهنكسب البطولات، ده كلام ما عادش موجود في عالم كره القدم. الاهلي محتاج فتره راحه، مش راحه بدنيه، لا ده راحه نفسيه عشان الكل يعرف يشتغل. صحيح. وباذن الله تظهر امكانيات هذا الرجل وافكاره وتعود على لعيبه النادي الاهلي مع الصفقات اللي بتتعمل الجديده دي. شايف انه من السهل النادي الاهلي يحسم اللقب هذا الموسم لصالحه؟ لا ده انت بتساليني كاهلاوي ولا بتساليني كناقد؟ الاثنين. لا انا مش يعني انا قلت موسم استثنائي ومصر لحد الان انه موسم استثنائي. شايف انه صعب وشايف انه سهل. اصل يعني الاهلي بالنسبه لالقابه وبطولاته عملها كتير. عملها كتير. انما الاهلي لو عاد فعلا بالقوه وبالاداء وكره الاهلي اللي احنا عارفينها والبطولات يرجع مرتاح جدا. ولكن اللي انا شايفه لا، في بعض الامور يعني بقت صعبه شويه على الاهلي. يمكن لو قلنا ان الاهلي هيستمر ان شاء الله في تقديم المباريات او الاداء الكويس، وكان طبعا مصاحب الاداء الكويس ده الفوز في المباريات القادمه، ممكن نقول ان اللقاءات المباشره او المواجهات المباشره ما بينه وما بين المربع الذهبي هي اللي تحسم اللقب لصالحه. كويس انك انت دخلت في النقطه ديت، انا مش عايز اقولها. الاهلي لن يواجه الصعوبه الا في مباراتين. صحيح. الزمالك وبيراميدز فقط لا غير. بقيه الفرق لا، الاهلي كاهلي قادر ان هو يكسب كل الفرق الا مباراتين، الزمالك وبيراميدز، لان نشوفهم من اقوى الفرق اللي موجودين حقيقي. عشان الاهلي يفوز ببطوله الدوري يكسب الفرق، لازم يفوز. صحيح. في اللقاء ولو كسبهم انتهت، يبقى المعادله الصعبه اللي احنا بنتكلم فيها اتحل. صحيح. ولذلك انا بقول الصعوبه ان هنحتاج جهد، هنحتاج عمل، هنحتاج لاعبين اقوياء ويرجعوا لنا المصابين كمان. الاهلي هيتغير بشكل أكيد. لدرجه 100% ان شاء الله. اكيد. طيب لو اتكلمنا عن في لعيبه كان في الفتره الاخيره في النادي الاهلي نسمع كتير قوي اشاعات او اخبار بتقال ان النادي الاهلي قد يستغنى عنهم في يناير القادم. منهم كان مروان محسن. من ساعه ما سمعنا الاشاعات دي مروان محسن بقى لك ما تشوف لنا النور، 3 ماتشات 4 اهداف. شفت ازاي التغير المفاجئ في مستوى مروان محسن؟ لا اصل انا مش عايز ادخل في حسابات ان انا اتكلم عن السوشيال ميديا، اتكلم عن الاعلام، اتكلم على اي حد بيقعد في البيت لاقي نفسه فاضي يقوم كاتب خبر يقول لك الاهلي. طب ما الاهلي كان يستغنى عن شريف اكرام ويستغنى عن علي لطفي ويستغنى عن باسم علي ويستغنى عن محمد نجيب ويستغنى عن رامي ربيعه ويستغنى عن مؤمن زكريا. الاهلي استغنى عن كل الفرقه. عشان الكلام دوت لو الاهلي مثلا او الناس انتبهت لهذا الامر مش هتخلص. مروان محسن انا شايفه من افضل لاعبي كره القدم في مركز المهاجم الصريح. صحيح. واهدافه قويه جدا. ولكن مروان مش محبوب من البعض. ما في كاريزما. خلينا نتكلم في الموضوع المهم ده لكن بعد ما نطلع على فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك كلامنا. فاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه. لسه مكملين معاكم كلامنا مع استاذ اسامه صقر. طبعا كنا بنتكلم يا استاذ اسامه من شويه على بعض اللعيبه اللي استنى ان هم قد يفارقوا النادي الاهلي في يناير القادم، زي مثلا مروان محسن. وقلنا ان مروان محسن في 3 مباريات احرز 4 اهداف. كمان احمد الشيخ اللي كان بنسمع برده في الفتره اللي فاتت ان هو قد يفارق النادي الاهلي في يناير القادم، ممكن يرجع اعاره تاني لمصر المقاصه، واشاعات كتير قوي اتقالت في الفتره الاخيره. برده اتفاجئنا باداء كويس جدا واستعاده للمستوى من احمد الشيخ. شايف ان الحاجات او الاشاعات السلبيه دي بيكون مردودها هو العكس؟ مش فكره، لان دي زي ما انت اطلقت عليها اشاعات. وانا بؤكد لك لم يحدث ان في تصريحات طلعت من النادي الاهلي ان هي هتسيب اللعيب ده وهتسيب اللعيب ده يرحل. ده كل لعيبه الاهلي اتقال عليهم كلهم ماشيين. اتكلموا عن 16 لعيب. اتكلموا بدايه من الحراس، 3 حراس ان هم ماشيين. اتكلموا على خط الدفاع بالكامل، خط الوسط، خط الهجوم. انما الحقيقه في الاخر ايه؟ الناس لو ادت لنفسها مساحه ان هي تفكر هتتكلم الكلام الطبيعي، الكلام المحترم جدا. انما انت سايبه
وما بترديش عليهم. بتتكلم على مروان محسن ماشي، مروان بيتألق، مين هيسيب مروان في التألق اللي هو فيه ده الحالي؟ صعب. مين هيسيب ناصر ماهر؟ صعب. مين هيسيب محمد شريف، احمد الشيخ؟ انت سليف كلوبالي اللي قالوا لك اكيد انه ماشي في الشتاء، انا بقول لك يعني بما نسبته 60% الولد قاعد مش هيمشي. لان في خلال المباراتين اللي لعبهم اداؤه رجع تاني والمستوى رجع. طيب خليني اسالك، في ظل بقى اعاده الهيكله اللي حصلت، تغيير المدير الفني والمدير الفني الجديد اللي جه لسارتي، الصفقات اللي حصلت يمكن كان ابرزها محمود وحيد، محمد محمود واللاعب الانجولي، لحد دلوقتي شفت ايه اهم الصفقات اللي حصلت؟ وشفت النادي الاهلي لسه محتاج لتدعيم تاني؟ ما انت قلت ثلاث صفقات اهو، انا بعتبرهم ثلاثه كويسين، وخلي بالك الثلاثه برضو اتقال عليهم هيعاروا، هيجوا الاهلي ويتم اعارته. لا الاهلي محتاج انا بتكلم عن راس حربه مهاجم صريح، محتاجين لاعب في خط الوسط بامكانياته ونفس صفات حسام عاشور، محتاجين قلبي دفاع على اعلى مستوى. ويمكن بقى بنتكلم على الاطراف، بنتكلم على باك شمال، نتكلم على باك يمين. قلبين دفاع على اعلى مستوى شايفهم فين؟ مين هم موجودين فين يعني؟ لا ده دي اللي اساله فيه النادي الاهلي، مش تسالوني انا. طب انت شايف حضرتك شايفهم موجودين في الدوري المصري؟ لا في الدوري المصري هنا؟ لا صعب. صعب. لان افضل اللاعبين موجودين في الانديه بتاعتها. انما موجود مثلا في النادي الاسماعيلي. بس هل هو متاح؟ ادي الفكره. لو الفلوس مغريه متاح. ده كلام انا بقوله بمنتهى الامانه اللي في الدنيا، عشان ما نقولش ده في نادي كذا بيدخل، لان المزايدات دلوقتي حرقت الكره المصريه، ولسه هنعاني في السنين اللي جايه من هنعاني كتير قوي من المزايدات اللي بتحصل دي. هل من وجهه نظر حضرتك الارقام اللي بنسمعها واللي بتطلب في اللعيبه المصريين اللعيبه المحليين، هل الارقام دي فعلا يستحقوها اللاعبين؟ هل الدوري يستوعب الميزانيات الضخمه دي؟ لا 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 نهائيا، الكلام ده كلام مبالغ فيه، وكلام يعني انا شايفه هو مجرد عناد، مجرد عند، بس العند دون عامل زي المسامير اللي يعني هتخرم الكره المصريه خلال السنه او السنتين اللي جايين. والدليل عندنا فرق وقعت النهارده وهم مش واخدين بالهم ان الاسماعيلي بيقع، المصري بيقع، بتروجيت بيقع ان ما كانش وقع، في انديه كمان من الانديه القويه واللي كانت بتنافس على المربع كلها هتقع بسبب صحيح الارقام اللي احنا بنسمع عنها دي. صح، بسبب الامكانيات الماديه. مش امكانيات، ده الموضوع يعني احنا الموضوع احنا فوق كل الامكانيات. طالبنا اكتر من مره وقلنا مليون مره يا جماعه سعر اللاعب المصري دوت لازم يتحط في بورصه ويتعمل له سقف معروف ان اللعيب ده ثمنه كذا، واللعيب ده ثمنه كذا، واللعيب ده ثمنه كذا، زي ما بيحصل في العالم كله. انما المزايدات والطريقه الخبيثه اللي احنا ماشيين بيها مش هتبقى مفيده بالمره. اصل يعني انت قارن النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي عنده اكتر من 17 او 18 لعبه، اللي عنده كره القدم وجماهيره لا تقبل الا ببطولات والقاب. صحيح. بس هو عنده حاجه تانية، الناحيه الاجتماعيه والثقافيه. اكيد. عنده النادي بتاعه، عنده المنشات، الملاعب، الكلام دي محتاجه مصروفات. ما انا ما ينفعش اروح اشتري لعيب وادفع فيه 120 مليون جنيه. هيعمل لي ايه؟ ابو 120 مليون ده هيعمل لي ايه؟ مش هيعمل لي حاجه. اكيد الحل الامثل في يعني في ظل غلاء اللاعبين في الدوري المصري او في السوق المصري ان احنا نهتم بالناشئين ونطلع لعيبه من عندنا. انت افضل ناشئين بيجوا في الاهلي والزمالك والمقاولين وانبي. بس قولي لي مين اللي بيطلع من الناشئين من الانديه؟ ما فيش. هتدخلي المزايدات دي وتدخلي المزايدات دي على طول. بس انا بقول احنا لابد ان يكون الشغل الاحترافي محترم، ان انا اعمل سقف للاعبين، اقول النهارده احمد الشيخ ده في النادي الاهلي سعره مثلا 20 مليون، لعب كم مباراه دوليه، لعب كم ماتش مع الاهلي في الدوري، ال ال ال، واجي اقول ده سعره اللي هيتنقل بيه. هتقعد هتاخد المبلغ، هتمشي تروح النادي، يبقى النادي اللي انت رايح يدفع نفس المبلغ كده. انت سيطرت سيطره كامله، مش داخلين في امور عناد هتكون سبب لخراب الكره المصريه في السنتين ثلاثه اللي جايين. استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، بشكر حضرتك على وجودك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.